اللهم انفعنا بالقرآن، وعلمنا بالقرآن، ووفقنا للإحسان، واجمعنا على الإيمان. اللهم اجعله لنا نورا وغماما ورحمة، واجعله يا ربنا زيادة في أعمالنا وبركة في الله أعمالنا. أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، احرصوا أيها الإخوة على الرفق والرحمة والسكينة فيما بينكم، وعدم التدافع والتزاحم، ولينوا بأيدي إخوانكم، تراحموا ولا تزاحموا، تقبل الله منا ومنكم. استووا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حميم. والكتاب المبين، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون،
يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الله أكبر الله أكبر